السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله الشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم اخوكم خالد الشملان، مصور بحريني ومدرب تصوير ومعالج صور. تقدرون تلاقوني على الانستغرام خالد اندرسكور الشملان او على السناب شات كي شملان. اتشرف بمتابعتكم لي. حلقة اليوم راح نواصل السلسلة تعالج صوري معي ومع معالج الصور البوسنة. مثل ما تكلمنا في الحلقات الماضية، نفتح الميموري أمامكم ونعالج الصور، نختار صورة ونعالجها بكل شفافية. اليوم عندنا مجموعة صور جميلة حقيقة. تحيرت شنو أختار لكم. هذه الصور، الصورة اللي سويناها المرة اللي فاتت وهذه الحلقة الأولى وهي الحلقة الثانية. وفي هذه الحلقة يعني كنت بختار لكم شيء مميز. هاي الصورة أيضا صورة جميلة، ممكن نحن نختارها بين كذا تكوين. كنت أغير التكوين في كل مرة، شوي يمين شوي يسار لحد ما يضبط عندي التكوين. عندي هذه الصورة أيضا من الصور الجميلة اللي ممكن تعرض لها. وعندي أيضا في صورة، هنشوف هذه الصورة ما أتكلم عنها أيضا. لكن اليوم خلونا نأخذ شيء خفيف وشيء وصعب في نفس الوقت. خلونا ننزل تحت ونروح لنهاية الشوت. طبعا في ناس كانوا يسألوني ليش الصور غامجة، ليش ما خدتها بتعريض صحيح. خدتها بشكل غامج عمدا على أساس أن أنا أقدر أصور صورة ثابتة، لأن كانت الكاميرا بيدي، ما كان بترايبود، فالنور نازل جدا، الايزو جدا عالي، فاضطريت أن أنا أصور بشتر سريع وأخذ صورة under exposed غامجة عمدا علشان تطلع ثابتة، وبعدين نقدر نحن نوضحها ولا ان هي تطلع مهزوزة ونرميها. تمام. اليوم راح نتكلم عن، نشوف وين الصورة، اعتقد هذه الصور ولا قبل، ايه هاي الصورة لما طلعنا من الغابة وصلنا لبحيرة، بحيرة جميلة تلتقي بالغابة. كان الضباب يعني مسد المكان كامل ومسوي جو إضاءة رائعة كنت أشوفها قدامي، بس اضطريت أن أصورها بهذه التعريض عشان مثل ما قلنا تطلع الصورة ثابتة، لأن ما كان عندي وقت أن أنا أركب الترايبود. طبعا راح أسوي إمبورت حق هذه الصورة. أوكي، خلنا نسوي أنشيك أول ونسوي هذه كلها امبورت. راح اسوي لي امبورت الصورة عندي. نبتدي نتكلم عنها. تمام، هذه الصورة. طبعا الصورة غامجة جدا جدا جدا، التفاصيل كاد تكون رايحة، فراح نحتاج ان احنا نسوي الكثير من الريكافري ونسوي دوجينج وبرينينج كثير. خلونا نشوف. انا ما ادري لحد الحين الصور ريكفربل ولا لا. الصوره طبعا 42 ميجا بكسل، مصوره ب نايكون 810، فالمفروض يكون فيها تفاصيل كثيره. الديناميك رينج مال الكاميرا كبير جدا. راح ابتدي اول شيء ب فتح الشادوز. اوكي، نشوف الشادوز ما سوى لنا شيء. راح اروح حق البلاكس واحاول ان انا أوضح الصورة أكثر، طلع تفاصيلها شوية. شوف هني بدأت شوية تفاصيل تطلع عندي أكثر. الهايلايتس حاول إن أنا أخذها شوية على اليمين. تمام، أو خلونا نأخذها على اليسار الهايلايتس عشان نسوي التعريضين مع بعض، ونرفع التعريض العام حبة بسيطة بهذا الشكل بس عشان نشوف التفاصيل اللي أمامنا. تمام،
تشوف شلون الصورة فيها نويز كثير، لأن اضطرينا نحن نسحب التفاصيل من المناطق الغامجة. ف طبعا احنا راح نحافظ عليها نوعا ما غامجة، ما بنخليها وايد فاتحة. اوكي، اللون الأزرق اللي عندي لون جميل. ما أدري إذا بيصير أبي أرفع الوايت بالانس أو غير الوايت بالانس أو لا. خلينا نشوف، خلي أوتو، خلينا نشوف شلون يعطيني، أعطاني أزرق أكثر. هذه الأزرق بالنسبة لي أحلى. تمام. خلونا نبتدي أول شيء بمعالجة النويز اللي موجود عندنا. راح أروح هني نزل ديتيلز، نشوف النويز كبير كثير جدا في الصورة. راح أرفع اللومينانس إلى تقريبا 40. أوكي، تقريبا شال وايد من النويز. وراح أرفع الشاربنس إلى 80. خلنا نخلي 80 هني، ضعف، دائما ضعف اللومينانس. اوكي، والماسكينج اضغط الت واسحب، بيصير الماسك فقط، بيكون الافكت مال الشاربنينج فقط على الحدود، ما راح يكون على المناطق الناعمة. اوكي، اتركها بهاي الشكل. الصورة نشوف شكلها دريمي جميل جدا. نسوي زوم، نشوف في نويز، في كلر نويز شوية. خلوني انزل تحت وارفع الكلر نويز، ارفع الكلر نويز وايد بهاي الشكل. لا زال فيها نشوف شلون نويز، ولكن مو النويز المزعج كلش يعني. ممكن ارفع اللومينس حبة اكثر. اوكي، راح اكتفي بهذا القدر من المعالجة، من عفوا النويز ريدكشن. طيب خلونا نبتدي شوي نسوي دوجينج اند برينينج في الصورة. طبعا راح اخذها للفوتوشوب، بس قبل هذه خلنا نروح حق اللينس كوركشن ونسوي ريموف كروماتيك ابريشن، انيبل لينس بروفايل. اوكي، لينس بروفايل ما في، خلي الفينيت حلو اللي في الصورة. فقط نشيل الكروماتيك ابريشن، رايت كليك، اديت ان فوتوشوب، راح يفتح لي في الفوتوشوب. تمام، فتح لي هني في الفوتوشوب. وراح ابتدي اول شيء اسويه، شوف هني نويز كبير جدا. هنسوي زوم، النويز كثير جدا، فهذه المنطقة غالبا مفروض انها هي تكون غامجة. اوكي، راح نعالج هذه الاشياء كلها. طيب نبتدي اول شيء بالدوجينج اند بيرنينج. خلونا نسوي دوجينج اند بيرنينج حق الصورة. راح اسوي لومينستي ماسك حق هذه الصورة عشان احدد الهايلايتس واقدر انا اسوي لها دوج بحريه. باخذ لاير جديد، بحط له ماسك. اوكي، باي ايمج، ابلاي ايمج. اوكي، بنخلي ميرجد. اوكي، ملتيبلاي في شيء، نقول له اوكي، نضغط Alt، نضغط على الماسك مالنا، ونشوف هني شكل الماسك مالنا. نبي نحاصر الهايلايت شوي، فراح اضغط Ctrl L، راح يطلع لي الكيرف. اوكي، وابتدي شوي العب في الكيرف الى حد ما اقدر ان انا احاصر الهايلايت مالتي. المناطق الغامجة ابيها تم غامجة، والمناطق الفاتحة ابيها تكون واضحة. تمام، راح افتح هذه
احاول ان انا احاصر الهايلايت باكبر شكل ممكن. اوكي كذي نطلع هني نشوف تقريبا قدرنا ان احنا نحاصر الهايلايت وراح نسوي عليها سلكشن الحين. نقول اوكي نشوف الماسك مالنا صار كذي. طيب اني هني الحين راح نحول هذه اللاير الى اللينير لايت او سوفت لايت. اوكي سوفت لايت وراح نبتدي نلون على المناطق اللي نبيها تكون فاتحة. اوكي نسوي لها دوجينج. الفرشاة مالتي راح اقلل الفلو، بخلي الفلو تقريبا 2. اوكي وببتدي الون، اكبر فرشاتي شوي، اسوي زوم وابتدي الون على هذه المناطق. تمام راح ابني عليها الافكت عفوا اللون هي رصاصي، نبي يكون ابيض. نبتدي نلون تمام على هذه المناطق. ونشوف الافكت راح يصيد فقط الهايلايتس، الشادوز ما راح تتأثر. المهم جدا عندي هايلايت انا هني في هذه المناطق ما بيعجزها، فالتحكم في الفرشاة مهم جدا. سوي دوج على هذه المناطق على راحتنا، ناخذ وقتنا فيه. ونقدر نحن نكون شوية يعني مو دقيقين لأن الماسك مالنا ماسك ماسك مضبوط. سوي لنا افكت الافكت يعني سوي لنا سلكشن او الدوجينج على الاماكن المطلوبة. اوكي يوضح لي التفاصيل هذه كلها جميلة. هذه الحصان حلوة راح يوضحها شوي. تمام هذه المناطق خلينا نشوف شنو هذه بالضبط. اوكي هذه حصان الماي مغطي جزء منها. حلو ان انا اعمل ليها حول ان انا اوضحها اكثر. تمام الحدود مهم جدا ان انا اعطيها اتنشن شوية اكثر. اوكي في الدوجينج اوكي بحاول ما اطلع في هذه المناطق جوا، راح نعدل هذا الشيء لانه يسوي لي حالات مزعجه. الحدود هني لان الاضاءه جايه من ذي الجهه راح اطق هذه المنطقه بشكل رئيسي. احلو ان انا الاسطح احاول ان انا اوضحها باكثر شيء ممكن. الصورة لما نسوي عليها زوم تبين شوي نويزي، لكن الزوم كثير ترى. اوكي شوف بدأت شوي تاخذ شكلها. هذه المناطق ايضا مناطق ممكن نحن نعزز منها اكثر. اوكي
شوف هاي الرفلكشن ما ابي المسه، فقط ابي هذه المناطق. حلو، وتلاحظون الاوباسيتي الفلو مخليه كلش بسيط عشان ابني على الدوج مالي شوي شوي. تمام، شوي شوي. هذه هي الطريقة الامثل لعمل الدوجينج اند بيرنينج. الواحد ما يستعجل، اقدر اقوي الباور واسوي دوجينج اند بيرنينج سريع، لكن ما راح يعطي النتائج المطلوبة. هني راح اكبر فرشاتي شوي. اوكي، وابتدي شوي اوضح التفاصيل هني. طبعا لان الهاي فقط الهايلايتس اللي هي راح تتاثر، وهذا الجميل في الماسك مالنا. اوكي، يمكن الحين تشوفون يقولون ما في، يعني ما قاعد نشوف تاثير واضح في الصوره، لكن في تاثير راح اوريكم قبل وبعد بعد ما نخلص. تمام، بركز شوي على هذه المنطقة لأن الإضاءة هي من هني. أوكي، أكثر من هني لأن هني شادوز صار عندي. بدأت توضح الصورة. شوف شلون دائما زوم وزوم ان زوم اوت زوم ان زوم اوت عشان اشوف الصورة العامة واقدر اسوي التعديل المطلوب. اذا تم كله زوم ان يعني ما اقدر اشوف الصورة الكاملة، لكن طبعا ضروري زوم ان اساسا ادش في الديتيلز، ولكن اشكل بالاثنين عشان ما يتعود نظري على شيء معين بعدين اشوف الصورة الكلية الاقيها مبعدلة. إذا عندي هذه المنطقة راح أخذ المحاية. وين المحاية مالتي؟ هذه المحاية. أوكي، وراح أحاول أن أشيل الأفكت من هذه من الحدود، لأن هذه كلها هايلايت الحين تصير تارجتد. أوكي، هاي الطريقة. نشوف شلون. خلنا نشوف قبل وبعد بدون الدوجينج. مع الدوجينج اوكي في تغيير كبير جدا. زين، في شيء ثاني ايضا حاب ان انا اسوي شوية هايلايت في هذه المنطقة في الماي. اوكي، على اساس يعطي شوية انطباع مختلف. اوكي، وبسوي هايلايت عام في هذه المنطقة او تدرون سوي اندو. بسوي في لاير ثاني، بسوي دوبليكيت على اللاير هذه مالتي. اوكي، هني بسوي سيلكت كنترول اي وبمحي الافكت من عليها. اوكي، هذه اللاير فقط بخليها حق هذه المنطقة. زين، خلونا بالمحاية مالتي. انا اقول ما قاعد يصير شيء، باخذ الفرشة كبرها وابتدي نعطي شوية هايلايت في ذي المنطقة. هنشوف قبل وبعد. الكمبيوتر صار بطيء عندي. شوف قبل وبعد، عطى هايلايت جميل لهذه المنطقة، لكن ما بيكون على
فوق، راح اخذ المحاية ونحي الافكت من هنا. اوكي تمام، نعيده شوية فقط من المنطقة الفوقية هذه بهالشكل. جميل، نشوف صورة خذت يعني شكل مختلف تماما. خلنا نشوف المشكلة اللي عندنا هذه اللي تحت. اوكي هني عندي ما اعرف شنو هو السبب هاي اللون الاحمر، ما اعتقد انه هو نويز، ويمكن يكون نويز. اوكي مهم جدا ان احنا نغطيه، فراح اخذ اول شيء هيو ان ساتشر اللي هو الفايبرنس. اوكي بنزل الساتوريشن مالها بهالشكل. اوكي وراح اقلب الافكت مالها كنترول اي، اقلب الافكت وباقي هني نفتح الافكت بس بقوي الفلو مالي، بقوي الفلو مالي 100%. تمام راح افتح الفلو على هذه المنطقة، نعيد قلل الفلو شوي. اوكي هاي الشكل. اوكي وراح اغمج ايضا هذه المنطقة شوية اكثر. اوكي خليها جزء من الفينيات، باخذ كيرف نزل الكيرف كذي بهاي الشكل. اوكي كنترول اي، راح ايضا افتح الافكت على هذه المنطقة. تمام شوف شلون المعالجة مهمة جدا. عندي صورة حلوة جميلة، حرام ان انا يعني ما استفيد منها. هني المعالجة تلعب دورها، تنقذ الصورة. تمام لا زال عندي هني من هذه، صار هني في نفس الهايلايت ايضا، خلنا نتخلص منها شوي. اوكي محايا. اوكي طيب انا شنو ابي اسوي؟ ابي كنترول واسوي سيلكت على هذه المناطق. اوكي كنترول سوي سيلكت على هذه المناطق، الحين نعطيها شوية افكتات مختلفة. هنقدر نتحكم في المناطق هذه مالتنا. شنو راح اسوي؟ خلينا نشوف، راح احط اول شيء كيرف. اوكي ممكن انا اتحكم في الاضاءات هذه. اوكي بالشكل اللي ابي، شوف شلون. اقدر اتحكم فيه بالشكل اللي ابي. اوكي تمام نفس الماسك مالي هذه ايضا بستخدمه حق فايبرنس. نزيد هني الساتوريشن مال الصورة، لكن راح اخليه فقط باستخدام هذه الماسك عليه. اوكي الحين نشوف الصورة فقط هذه المناطق هي اللي هايلايتد. اوكي صار عليها الافكت. جرب الفايبرنس. الافكت مو قوي وايد فيها. تمام نشوف هذه المناطق ايضا فيها السوي الاحمر صاير. انا ودي ما يكون احمر، فايضا راح افتح عليه الفايبرنس هذا الاولي اللي سويناه اللي هو البلاك اند وايت بهاي الشكل وبهالقوة، بقلله وايد. اوكي تكون
تكون مودي ودارك الصورة. نسوي زوم نرجع. اوكي نرجع نسوي شوية بتأني. حلو. هذا الشكل. شنو ممكن نسوي ايضا؟ نعطي الصورة شوية دريمي لوك. اوكي ناخذ كنترول الت شيفت ان اي ستاند فيزبل كوبي. راح اسوي لها بلر فلتر بلر وغازيان بلر. اوكي هذا الشكل تقريبا. خليها سكرين. اوكي وراح اقلل الاوباسيتي مالها. تمام هالشكل. الدريمي لوك طبعا راح يكون على المناطق اللي ورا اللي فيها ضباب. المناطق الاماميه ما نبي يكون عليها الافكت، فراح احط ماسك واي. اخذ الماسك مالي وضعه تحت هالشكل. تمام نفتح فقط على المناطق اللي فوق هذه. الأمامية ما نبي، نبي يكون واضح. اوكي نشوف شلون. تمام انزين. المهم الحين بعد نحاول نحن نتخلص من النويز اكثر. اوكي ف خلينا نشوف شلون ممكن احنا نشيله بدون ما نأثر على الصورة. راح اسوي ستاند فيزبل كوبي كنترول الت شيفت ان اي. تمام باي حق فلتر نويز. شوف ريديوس نويز. تمام هنشوف strength of the details هني. قوته حاول نحن ما نبالغ فيه وايد. برجع في preserve details شوي. color noise محتاج. نشوف تمام عالج لي النويز. خمسة زوم شوي. نشوف عالج لي النويز. نشيل هذي بدونه معه. عالج النويز بشكل جميل. طيب شو راح نسوي ايضا؟ عندي هذه المناطق ايضا لا زالت ايضا خرابة نفس هذه المنطقة، فودي افتح عليها ايضا نفس الشيء. نسويها دارك ونفتح عليها فايبرنس واشيل الالوان ساتوريشن بهالشكل. كنترول اي ونفتحها. تمام على هذه المناطق. اوكي نروح نغمجها بعدين بالفينيات. راح نسوي فينيات ونغمج هذه المناطق. نقدر نحاول ننقض الصورة لأن الصورة بشكل غامض جدا. جميل انزين. شنو ممكن نسوي ايضا؟ شنو ممكن نسوي؟ نشوف هذه المنطقة فيها في النور جاي من هذه المنطقة، لو شوية نحاول نعزز منه. خلينا نجرب، ما ادري اذا بيمشي ولا ما بيمشي. اوكي بروح 100%. اوكي نضرب ضربة واحدة هني.
اوكي بهذا الشكل، راح اقللها كثير. انزين شوي نعزز منه كمصدر ضوء جاي من هذا الاتجاه. حلو. انزين هذه الصورة شارتنينج عام كنترول ال شيفت ان اي، راح اي فلتر اذرز هاي باس، اقول له اوكي، حولي الى لينير لايت. اوكي راح يعطيني شارتنس، لكن ما ابي شارتنس على الصورة كاملة، ابي فقط على الجزء التحتي. فراح اختار دين ماسك اللي هو اللي سويناه حق الدريمي لوك، طيب هني بالالت يس، فابي يصير على الصورة ككل. اوكي راح اسوي انذر ستامب فيزبل كوبي، ستامب فيزبل كوبي اخر، كنترول الت شيفت ان اي، واخذ الصورة على كاميرا رو فلتر. اوكي بالكاميرا رو فلتر ممكن اوضح تفاصيل بسيطة مثل تعزيز الهايلايتس، اوكي شكل بسيط، الوايتس، اوكي كلاريتي، راح ننزل الكلاريتي شوي ولا نزيده، خلنا نزيده اكثر، نزيد شوي نوضح تفاصيل اكثر اللي في الامام هي خصوصا. اوكي جميل، ولكن اوكي راح ازيد الكلاريتي هني، وراح اسوي له ماسكينج بعدين، ما اسوي ماسك على الماي، ما بيكون على الماي، راح ازيد الكلاريتي شوي توضح الصورة اكثر. سوي زوم اوت نشوف الوايت بالانس، اخليه شوي ازرق اكثر، كولد مود كلش. اوكي نعطي كاست اخضر بسيط كلش حلو. وراح اسوي فينيات افكت على الصورة ككل بهالشكل. اوكي نقول اوكي، شوف الصورة واش شوي صارت اوضح عندي. بحط عليها ماسك وبشيل فقط المكان اللي هني، اوكي اللون الاسود. فرق عندي الوايت بالانس. اوكي ما في مشكلة. لا ما ابي هذه التكستشر في الماي، خربني الموضوع، فراح اعيد هذه اللي سويتها كلها. اوكي كنترول الت شيفت ان اي مرة ثانية، فلتر كاميرا رو فلتر، اوكي قلنا راح نزيد الكلاريتي اوكي بهذا الشكل، الوايت بالانس راح نغيره الى الازرق شوي. شنو عندنا بعد؟ الهايلايت، الوايت وضحناها، البلاكس بتراجع فيه شوي بعد اكثر، البلاكس شكرا. اوكي باخذ فرشاة هني اوكي، ومصفر الافكت مالها كامل تمام. بقلل الكلاريتي مالها على الاخر اوكي، وابتدي ارجع الكلاريتي مثل ما كان في هذه المناطق، سلكتري بالشكل اوكي، ما نبي الكلاريتي يكون على المناطق هذه
النعمة فقط بيكون على التكستشر. تمام، نقدر نشوف مثلا شلون الفرق اللي صار، فرق كبير. طيب نجرب نعطي الصورة، نرجع للفيو العادي، صورة شوية كونتراست بسيط يعطيها مود جميل. حلو، قول اوكي. حلو، هاي نتيجة جميلة. انزين راح نترك الصورة شوية ونرجع لها بعدين ونشوف اذا يعني يبي لها تعديل او شيء. راح اسوي بوز الريكوردينج، نروح ونرجع، واكيد راح نعدل اشياء لما، لان عيننا متعودة على الصورة. لما تروح وترجع على الصورة راح تكتشف اشياء تبي تعدلها. تمام، رجعنا حق الصورة ونشوف شنو يبي له، ونشوف المناطق هذه وايد زرقاء صايرة، اللي فيها الاتراكشن صايرة زرقاء نوعا ما. ممكن شنو اسوي، ممكن اخذ هذه الماسك اللي استخدمته قبل، اوكي، واي احط عليه فلتر، اوكي، نزيد قوة الفلتر هاي شوي كذي يكون ما اثر في الشكل العام، فقط اعطي شكل ازرق بسيط. اسوي زوم شوية نشوف. واعتقد هذا الشكل النهائي. نشوف هني طبعا زوم وايد فيها نويز وايد الصورة، لا زال سويناها شاربنينج، سويناها اشياء وايد، ولكن مقبول بشكل عام. ف نقول دن. طبعا كالعادة اروح ارجع على الصورة والاقي فيها اشياء ممكن احنا نطورها اشياء كثيرة. ف احنا ماشيين في البروسس، فاخركم هذا. طيب شنو راح نسوي الحين؟ احس ان الصورة يبيها تدريج شوي في الالوان. الالوان وايد صايرة اول شيء، من ناحية الفايبرنس شوية يبيها ديساتوريشن شوي، اوكي، بسيط بهذا الشكل. ثاني شيء يبينا نعطيها هيز، احنا ذبحنا الاتموسفير، احس الجو العام ذبحناه. هي فيها ضباب جميل جدا هني، احنا وايد وضحنا الصورة. فخلنا نروح كنترول الت شيفت ان اي، سوي ستام فيزيبل كوبي، وراح ندخل الصورة الى الكاميرا رو. في الكاميرا رو شنو راح اسوي؟ راح اي حق افكت واي حق الهيز. يعني راح اذا على اليمين راح يوضح لي الصورة، اوكي، انا راح اروح على اليسار بسوي فيها ضباب اكثر، دي بزيل الهيز اللي موجود. شوف شلون يعطيني ضباب جميل في الصورة هني. ف نزيل الضباب شوي، طبعا ما نبي يكون على الصورة كاملة، اوكي، نقول هالشكل زين، اوكي. طبعا هني نشوف هذه قبل بعد، اوكي، نبي الافكت يكون ورا ما نبي يكون تحت. فراح احط ماسك، اوكي، راح اخذ الجراديانت تول، خلي الافكت فقط على المنطقة، عفوا بالعكس على المنطقة الفوقية بهاي الشكل. تمام، شوف شلون
يبتدي تقريبا من هني. اوكي سوي كذي. نحاول لحد ما يضبط معانا تقريبا بهذا الشكل. الهيز يبتدي من هذه المنطقة هاللون. طيب الحين صار عندي اوفر اكسبوجر شوي فوق. باخذ كيرف، نزل كيرف شوي. اوكي حاول نضبط الاكسبوجرين مع بعض. بسوي باخذ الماسك ذي نفسه بحطه هنا بالالت. اوكي تقريبا ضبط وياي. اوكي هذا قبل التعديل. اوكي هذه بعد التعديل. شوف شلون سوينا هيز وتدرج جميل. ايضا راح اقدر اسوي تدرج في الالوان. باخذ الفايبرنس نزل الساتوريشن شوي. اوكي المفروض الصوره تدش، كل ما تبتعد كل ما تضعف الالوان اكثر. راح اخذ هذه الماسك ايضا نفس الشيء احط عليه. اوكي هالشكل يصير هني بلوكج، هني الالوان اوكي. بشوي شوي تتدرج الى تضعف فيه الالوان. شوف شلون حلو. اوكي هذه بالنسبة حق هذه التعديل. لكن في بالي فكرة ممكن تطبقها تعطي ايضا شكل جميل للصورة. شاركم نحط قمر هني. اوكي قمر هو اللي قاعد يعطي النور هذا الجميل حق الصورة الكلية. خلنا نشوف ناخذ layer جديد. راح اخذ فرشة. اوكي فرشة عادية. بنسوي قمرنا. اوكي اول شي راح اضرب هني ضربة صغيرة. اوكي الفلو ماله بخليه 100% مالت الفرشة. راح اضرب ضربة واحدة هني. اوكي هذه الكور مال القمر. حلو ناخذ لير ثاني هني هني نفس الشيء. وراح اكبر الفرشاة اكثر. اضرب ضربة ثانية. حلو وراح اخذ ايضا لير ثالث. راح هني اكبر الفرشاة اكثر واضرب ضربة ثالثة. حلو الحين اللير الاولي اللي هو الكبير كلش راح اخفف الاكسبوجر ماله وايد. اوكي بهالشكل. اللير اللي هو المتوسط بعد راح اخفف اللير مال الهاي ماله. يكون شكله كذي. شوف شلون اعطاني شكل القمر. كان القمر موجود فعلا في هذه المنطقة. طيب الكور شوية بخففه بعد. اوكي ما نبي يكون بهالحدة. اوكي بخففه وصلت لانه المفروض يكون فوقها ضباب لان يعني المنطقة كلش فيها ضباب. حلو طبعا مدام القمر هني موجود لازم يكون له انعكاس. اوكي راح هاي اسوي لي ريديد. راح نسوي الانعكاس مال القمر. اضرب ضربة هني. اوكي ما يكون بهالكبر الحجم. اضرب ضربة كذي نزل شوي تحت هني. اضرب ضربة يكون انعكاس القمر موجود هني. طبعا ما بيكون بهاي الشكل. اول شي انه بيكون خفيف. اوكي تمام خفيف. وبعدين بيكون شكله في موشن بلر بيكون لان الماي هني متحرك فبيكون في موشن بلر. فني فلتر بلر موشن بلر. اوكي خلنا نتحكم فيه شوي. اوكي بخلي البلر لا خلي عرضي هالشكل. بزيد البلر تقريبا بهاي الشكل خليه تمام. وراح كنترول تي نسحبه
الشكل. بصغرة. اوكي. بيكون شكل الرفلكشن ماله تقريبا كذي. حلو. نقول اوكي. سيعطينا شوي شكل حقيقي اكثر. تمام. بخففه اكثر. اوكي. كل ريفلكشن بسيط مال القمر. نحاول نضبطه اكثر. تمام. جميل. جاي من هني وجاي على هذه المنطقة. بحط عليه ماسك. اوكي. نسوي فيه نحاول نحن نسوي فيه شوية ضربات بسيطة بهالقوة. بعيد بخفف الفلو مالي. اوكي. انه ما يكون فيه انتنسيتي في مكان واحد تقريبا. جميل. حلو. طيب خلنا نعطي شوية مود كامل للصورة. راح اخذ كيرف وبقصر الاكسبوجر بهالشكل. اوكي. قصر علي شوية اكثر. نعطي الصورة مود اكثر. وبفتح في هذه المناطق. بزيد الفلو مالي. اوكي. نفتح في هذه المناطق. اوكي. الشكل. نسوي شوية مود حق الصورة. حلو. تمام. ايضا دام القمر موجود هني هذه المنطقة بتكون منورة بهذا الشكل. نبي شوي نوضح هني مو بهالقوة. ايضا بعد بكبر الفرشة مالتي. بفتح اكثر على هالمنطقة لان بيكون في انعكاس للضباب اللي موجود في هذه المنطقة هني. حلو. هني في صاير يبي نضبط شوي الماسك اكثر. اوكي. خلنا نعيد هذه. بكبر الماسك. بكبر الفرشة مالتي. بمشي على هذا المنطقة بهذا الشكل. جميل. القمر لازلت اشوفه قوي بالنص. ما بيكون بهالقوة. ما بيكون في ديفينيشن. تمام. جدا مضبط بيكون. بشكل تقريبا. انزين. خلينا نشوف هذه المناطق. نقدر نحن نعزز من مناطق معينة فيها فقط. اوكي. اقدر اخذ كيرف جديد. نرفع تعريضه شوية اكثر. هالشكل. ونقلبه. كنترول اي. حفتها فقط على مناطق بسيطة هي. هالشكل. الصورة طبعا شوية واشت صايرة. يمكن يبي لها كونتراست يمكن لا. خلنا نشوف لو ازيد الكونتراست شوي. اتوقع راح اخليه مثل ما هي. زين خلونا وين احنا وقفنا. هذه التعديلات اللي سويناها كلها. كنترول جي بحطها في لاير جديده. خلينا نشوف شلون كانت. اوكي. شلون سويناها. مودي
هذا مودي الصورة. اوكي يمكن ساتوريشن، يمكن شوية ساتوريشن يبيلها. هنشوف لو ازيد ساتوريشن شوي ممكن يضبط اكثر. ايه هنشوف. والله حلو، شوي بقلل منه مو بهالقوة، شيء بسيط كذي. الرفلكشن مال القمر ايضا انا مو عاجبني 100%. ممكن اضبطه شوي اكثر. تمام خليه كذي. بعد اطول لو اسوي سوفت لايت شنو راح يصير؟ اي اعتقد سوفت لايت بيضبط اكثر. ايوه انضبط وياي اكثر، ضبط مكانه. خلي هني اعتقد وصلنا الى الصورة النهائية.